أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من تحت الضوء. لماذا لم تستجب الحكومة في العراق لمطالب المتظاهرين في البصرة وغيرها من المدن حتى عادت التظاهرات من جديد وبقوة مع تعهد المتظاهرين باستمرار هذه التظاهرات؟ هل هو عجز حكومي عن تنفيذ مطالب إنسانية هي الحد الأدنى الذي ينبغي أن يتمتع به كل عراقي؟ أم أن هناك تعمدا حكوميا بعدم تنفيذها لمآرب مجهولة؟ نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام أسباب عودة التظاهرات في البصرة من جديد وتداعياتها على المشهد العراقي. وأرحب بضيوفي الأستاذ شاهو القرداغي الكاتب والمحلل السياسي، والسيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، وكذلك عبر سكايب من أثناء الدكتور فاروق الراوي الأكاديمي والدبلوماسي العراقي. نشاهد سوية هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. غليان شعبي متصاعد وعودة للتظاهرات في البصرة، والمتظاهرون يتعهدون باستمرارها دون توقف وأنها ستشمل عموم المحافظة. هذه هي النتيجة الطبيعية المتوقعة لما يعانيه المواطن جراء الفشل الحكومي وعدم تنفيذ التعهدات التي قطعت بعد موجة التظاهرات السابقة. انطلقت التظاهرات في عدة مناطق من مدينة البصرة وسط إجراءات أمنية مشددة وتطويق للمتظاهرين رغم سلمية التظاهرات التي تطالب بالحقوق المشروعة لأهالي المحافظة كتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، لكن هذه المرة شملت المطالبات إقالة محافظ البصرة أسعد العيداني ومجلس المحافظة، محذرين من أن محاولة إلصاق التهم بالمتظاهرين أو التعامل العنيف مع التظاهرات لن يثنيهم عن موقفهم. الظلم والإهمال الحكومي الموزع على العراقيين جعل التظاهرات تأخذ بالاتساع إلى خارج المحافظة، حيث بدأ ناشط المحافظات الأخرى بالتحرك لدعم البصرة والخروج بتظاهرات تأييدا لها، فقد شهدت بغداد والنجف والمثنى تظاهرات مؤيدة للبصرة، بينما أكد نشطاء أن التظاهرات القادمة ستزلزل عروش الفساد في البلاد وأحزاب السلطة. من جانب آخر، حذر سياسيون من خطورة غضب الشارع وعدم القدرة على احتوائه إن تجاهل مطالب المتظاهرين وأهملها. تابعنا سوية المشاهدين الكرام هذا التقرير عن التظاهرات في البصرة، وأرحب بضيفي من أثينا عبر سكايب الدكتور فاروق الراوي الأكاديمي والدبلوماسي العراقي. مرحبا بك دكتور فاروق. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين وضيوفك الكرام. حياك الله دكتور. دكتور، يعني هذه التظاهرات هل تختلف عن سابقاتها من التظاهرات؟ أنا باعتقادي أنه هي امتداد للتظاهرات اللي جرت في العراق من عام 2009 إلى 2011 إلى 2013 إلى 2014 إلى الآن، لأن غياب الخدمات وقطاع التيار الكهربائي والضعف الإداري الحكومي والفساد الإداري المتفشي سواء بالمحافظة أو بالدولة ككل هو عامل مساعد لخروج مثل هذه التظاهرات، فاستمرار التظاهرات في البصرة هو استمرار لنفس التظاهرات اللي جرت في بغداد وفي المحافظات الأخرى، لكن وضع البصرة شهد خلال الفترة الأخيرة شهد نمو هذه التظاهرات واتساعها نتيجة للفساد الإداري لمحافظ البصرة ولمجلس إدارة المحافظة. نعم دكتور، يعني هذه التظاهرات عادت مرة أخرى في البصرة، البعض من المحللين والمراقبين يصف ذلك بأنه فشل حكومي، والبعض الآخر يصفه بأنه عجز حكومي بسبب الفساد، والبعض الآخر يقول بأن هناك تعمدا حكوميا في عدم توفير الخدمات للمواطنين، عدم توفير فرص العمل للعراقيين لغايات ومآرب مجهولة، ربما تكون غايات ومآرب تخرج عن إطار الدولة العراقية. إلى أي مدى ذلك صحيح من وجهة نظرك؟ الفساد الإداري هو الأساس، هو الفساد الإداري هو
المرض الخطير اللي يتفشى في أجهزة الدولة من 2003 ولحد الآن. الفساد الإداري معناته أنه غياب الخدمات، غياب الفرص أمام الخريجين، أمام الطبقة العاملة، أمام التنمية الصناعية. فالفساد هو الداء اللي للأسف هو اللي أصاب المرض اللي أصاب الدولة العراقية من شمالها إلى جنوبها. ولذلك البصرة لم يحقق إلى مواطنيها أي خدمات ولا أي مطالب، واستمرت التظاهرات لنفس الأسباب. ولذلك أنا أقول أنه الفساد الإداري هو الأساس اللي جلب مجلس إدارة للمحافظة سيء، محافظ سيء، يتبدل مجلس الإدارة مجلس المحافظة إلى المحافظ، وتعود نفس الوجوه بنفس الفساد وبنفس الكتل السياسية المسيطرة على كل شيء في المحافظة. أرحب بالأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. يعني أستاذ مصطفى، مرحبا بك. الكثير من يصف من المحللين ومن المراقبين، سواء كانوا سياسيين أو اقتصاديين، يعني يرون أن المشكلة في العراق هي مشكلة فساد، ولكن الكثير من الدول يعني لا تخلو من فساد، إلا أن المواطن العراقي يعني هل من المعقول أنه يطالب بأبسط حقوقه الإنسانية؟ هل الفساد فعلا يقف حائلا دون حصول المواطن العراقي على الخدمات، على المدارس، على مستشفيات صالحة، على ماء صالح للشرب، على كهرباء؟ يعني هل من المعقول أن هذا الفساد هو غول يمنع المواطن العراقي من الحصول على حقوقه؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام، وأحيي الأخوين العزيزين الدكتور فاروق الراوي والأستاذ شاهو القرداغي. أهلا بك. الفساد الذي يعصف بالعراق ليس سرا، وكما تفضل الدكتور فاروق متفشي في كل مناحي الحياة وكل مرافق النظام الإدارية، منها والأمنية والعسكرية والتشريعية، بل وحتى الرقابية والقضائية التي يفترض أنها تحاسب وتراقب الأداء الحكومي بشكل أو بآخر. في العراق نعم الفساد متفشي، هذه المرة الثانية أنا أخطأ فيها العبارة، ولكن هذا ليس وحده هو السبب. السبب الأساسي في رأيي، في اعتقادي، هو عدم قدرة هذا النظام وبشخوصه وبأحزابه كما تسمى على إدارة دولة بحجم العراق وبإمكانيات العراق. العراق لديه إمكانيات هائلة، العراق لديه احتياجات كبيرة، العراق فيه العديد من أو الكثير جدا من التفاصيل التي ينبغي لرجل الدولة أو للحزب الذي يقود الدولة أن ينتبه لها ويعني يعمل على القيام بواجباته تجاهها. الحقيقة هذه الأحزاب التي يعني نحن نسميها مجازا أحزاب، لأنها ليست على وفق ما نعرف جميعا من الأحزاب في العالم أو حتى في الوطن العربي، وإنما هذه عصابات جاءت إلى العراق يعني تحت ستار المحتل الأمريكي والإيراني، هو الذي أوجد هذه الأحزاب وهذه التشكيلات الميليشياوية، سلمها حكم العراق، وهي يعني كما ترتدي نملة ترتدي عباءة لفيل. هذه الأوضاع في العراق أكبر من قدرة هذه الأحزاب وهذه الشخصيات وهذه الميليشيات المسلحة، وهي كلها طبعا ميليشيات مسلحة بالحقيقة، ليست أحزاب كما قلنا، أكبر من قدرتها على إدارة الدولة. ولذلك هؤلاء فشلوا على مدى السنوات 15 الماضية. في الأشهر الأخيرة عندما في الصيف عندما ثار شعب البصرة
وأبناء البصرة وأبناء بعض المحافظات الأخرى، احتجاجا على سوء الخدمات وتردي الأوضاع في محافظاتهم، قدموا لهم الوعود الكاذبة والزائفة لمحاولة لامتصاص نقمتهم الشعبية المتصاعدة. وطبعا عملت المرجعية الشيعية على هذا أيضا لأجل امتصاص نقمة المواطنين، بدلا أن تقف معهم حاولت تخديرهم بوعود ومشاريع كاذبة. هؤلاء لو كانوا القائمين على أمر العراق، لو كانوا حريصين فعلا على حتى مناصبهم وليس على المواطن العراقي، لقدموا شيئا لهذا المواطن، ولكنهم لا يجيدون إلا الكذب والافتراء والوعود الزائفة. دكتور فاروق الراوي الأكاديمي والدبلوماسي العراقي، بالعودة إليكم، يعني عدم قدرة النظام بشخوصه على إدارة الدولة، شهد العالم كله يعني الكثير من المهندسين والعلماء والأطباء والمعماريين الذين قاموا بأشياء إن صح التعبير أن نقول عنها أنها انفجارية أو خارج إطار التفكير البشري من حيث العمران، يعني فوجئنا بالكثير من الكفاءات العراقية، يعني ولكن هل العراق يخلو من كفاءاته؟ لماذا نجد العراقيين فقط في البلدان الأوروبية هم في القمة في جميع الاختصاصات، بينما العراق الذي يوصف بالولاد للعقول، هل يخلو الآن من هذه العقول أم أن الأحزاب يعني أو قد تسلمت أو سيطرت على جميع زمام الأمور في العراق بحيث حالت دون وصول هذه الكفاءات لتؤدي عملها وواجبها في العراق؟ عندما تتوفر البيئة الصالحة بإمكان العراقي أن ينتج ويبدأ. كلنا نتذكر بعد العدوان الثلاثيني عام 91، عام 91 تدمر كل شيء، قطعت الجسور، تدمر الكهرباء، تدمر قطاع الخدمات، الطرق، الكثير من الوزارات، ولكن خلال حملة إعادة الإعمار اللي ما تجاوزت أكثر من 4 أشهر، خلال شهرين أعادوا تقريبا أكثر من 80% مما دمرته الحرب ودمره العدوان. ولكن عندما لا تتوفر البيئة يضطر العراقي أن يهاجر، والعراقي يبدأ عندما في سواء كان في إنجلترا أو في الإمارات العربية أو في الأردن أو في عندما تتوفر إلى الظروف الجيدة والمناخ الجيد بالتأكيد يبدأ العراقي. ولكن عندما يكون محاط بمجموعة من الأميين، مجموعة من الفشلة، مجموعة من الطائفيين، يحكمه رجل لم يعمل في الدولة أي يوم من الأيام أو لم يستلم أي منصب في أي شركة معينة سواء كان داخل العراق أو خارج العراق، بالتأكيد لن يستطيع أن يبدع مهما يكون عقلية العراقي. إذا لم تتوفر إلى الظروف ويتوفر إلى المناخ بالتأكيد لن يبدع. يعني اللي لاحظ من خلال عمل الحكومة، يعني سواء من حكومة إبراهيم الجعفري إلى المالكي إلى العبادي، إذا نسوي مراجعة للأسماء اللي استلمت الوزارات، معظم هذه الأسماء هي نتيجة المحاصصة ونتيجة التكتلات الحزبية والطائفية، هي اللي جاءت به. ما إجا وزير للإسكان لأنه هو مبدع في الإسكان، ولا إجا وزير للصحة كان جيد ودكتور مبدع وإداري مبدع وجيد. ولذلك سوء الإنتاج في كل الحقول، بالقطاع الزراعي، بالقطاع الصحي، بقطاع التعليم، انحدار كامل نتيجة هذه الأجواء، نتيجة الأجواء ونتيجة استلام. مضاف إلى هذا أنه الخطة الأمريكية لتدمير العراق هي جلب عناصر سيئة، ما سمي بقانون اجتثاث البعث، هو اجتثاث للدولة العراقية، لأنه اجتث أكثر من 540 ألف موظف، ما بين من معلم إلى ملاحظ إلى معاون إداري إلى
مدير بمصنع إلى رئيس ملاحظين إلى أستاذ جامعي إلى طبيب. هذا القانون اللي هو اجتث الدولة العراقية، اجتث العلماء، اجتث المهندسين، اجتث في كل الوزارات. وزارة الخارجية على سبيل المثال، اللي يعمل في وزارة الخارجية يعرف ماذا تعني وزارة الخارجية. تعني معهد دبلوماسي، تعني خدمة خارجية، تعني الاستمرار في العمل لمدة سنتين على الأقل حتى يأخذ بعد المعهد الدبلوماسي درجة ملحق. وإذا بالمجامع، وإذا بالمجموعة اللي جت واستلمت الخارجية تأتي بأناس لا لهم علاقة بالخارجية ولم يعمل بالعمل الدبلوماسي، وتسلم رتبة وزير مفوض أو رتبة مستشار أو رتبة سفير، ولذلك صار الانحدار في كل شيء. أستاذ مصطفى كامل، يعني هل هناك من وجهة نظرك هذه المشكلة لها يعني تشخيص ربما كأساس؟ البعض يرى بأن هناك قوة دولية وإقليمية لا تريد للعراق أن ينهض، وهناك مستفيدون من استمرار الفساد في هذا البلد. إلى أي مدى تتفق مع ذلك؟ بالطبع أتفق مع هذا يعني التحليل، لأن هذا حقيقة يعني كل مفردات الواقع العراقي الذي نعيش ويعيش شعبنا منذ أكثر من 15 سنة تؤكد هذا. يعني هو مشروع تدمير العراق، مشروع احتلال العراق، هو بالتأكيد هو مشروع تدمير للعراق وتدمير للمنطقة بأسرها. العراق طبعا بحجمه وبإمكاناته وبمدى تأثيره على الأمة كلها سيكون عامل تخريب في الأمة وعامل تدمير لها. الذي يجري الآن كما قلنا هو يعني حقيقة هو عامل يعني مشروع لتدمير العراق، وبالتأكيد هذا المشروع تقوم به أو تدفع باتجاهه وتغذيه دولتان الاحتلال الأمريكي والإيراني بشكل مباشر. إضافة إلى ذلك كثير من الجهات سواء دول أو أحزاب أو أشخاص أو شركات لا يخدمها انتعاش العراق وخروجه من هذه المأساة التي تطحن أبناءه منذ 15 سنة. بالتأكيد هم يدفعون باتجاه استمرار الخراب في العراق. عندما حاول العراق إنشاء ميناء الفاو الكبير على سبيل المثال، قامت الكويت بإنشاء ميناء مبارك الكبير، وقام وزراء في النظام الاحتلالي العراقي ب يعني التواطؤ مع الكويت لاجل استمرار او لاجل افشال عفوا مشروع الفاو الكبير على حساب او لحساب مشروع مبارك الكبير. هذا مثال على هذا. الانتشار المخدرات في العراق على سبيل المثال هذا ايضا يعني وتخريب المجتمع، تخريب القطاع التعليمي في العراق، كل هذا يخدم الجهات المعادية، يخدم مشروع تدمير العراق، يخدم مشروع تدمير الأمة بشكل كامل. نعم. أستاذ فاروق الراوي، يعني التظاهرات الحالية في البصرة يزداد زخمها، تتكرر ما بين الفترة والفترة. الآن المتظاهرون لا يريدون العودة إلى منازلهم حتى تحقيق مطالبهم. الكثير من السياسيين من حذر من عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين. من وجهة نظركم يعني هذه التظاهرات كيف ستؤثر على المشهد العراقي تحديدا، من حيث أنه كيف يستطيع المواطن العراقي المتظاهر اغتنام زخم هذه التظاهرات لتحقيق أعلى سقف ممكن لهذه المطالب، قبل أن نتحدث عن الانعكاسات؟ للأسف كما ذكر الأستاذ الأخ العزيز الأستاذ مصطفى كامل أنه جرت محاولات سواء كانت من خلال
المرجعية الدينية أو من خلال الحكومة أو الوعود الكاذبة أو من خلال بعض ما يسمى بشيوخ العشائر لإخماد التظاهرات اللي جرت بالصيف واللي كانت فعلا ثورة حقيقية ضد السلطة المحلية في البصرة وضد السلطة المركزية في بغداد. ولكن للأسف استخدام الأجهزة الأمنية القمع والترغيب والتهديد وإضافة إلى اغتيالات مجموعة من النشطاء في البصرة بالذات وممارسة هذا الدور من قبل الجهات الحكومية والجهات العشائرية والجهات الدينية مضاف إلها من منخرط منهم في العمل في الحشد الشعبي ومن منخرط منهم في الأجهزة الأمنية ومن منخرط منهم في الوظائف الحكومية أضعف إلى حد ما التظاهرات. ولكن يبقى المجتمع البصراوي أو المجتمع العراقي بصورة عامة مهيئ لمثل هذه التظاهرات. نتيجة استمرار الفساد، نتيجة استمرار نقص الخدمات، نتيجة استمرار وصول العناصر الفاشلة واستمرارهم. طرحوا شعار في الانتخابات المجرب لا يجرب، ولكن نرى نفس الوجوه المجربة، والآن شهر من نفس المجاميع ونفس ما يسمى بالأحزاب والكتل السياسية هي غير قادرة على اختيار وزير للداخلية نتيجة لهذا التداخل في المصالح الفئوية والمصالح المذهبية والمصالح الشخصية للناس الموجودين. فإذا التظاهرات قادمة بإذن الله، التظاهرات ليس في البصرة وإنما في كل المحافظات، لأن الأجواء مناسبة وملائمة لمثل هذه التظاهرات. نتيجة اليوم العراق يحتل المركز الأول أو الثاني في أسوأ دولة بالعالم في كل شيء. يعني الآن عام 2018 اللي المفروض كانوا يطرحون أنه خلال خطة 2014-2018 الحكومة تحقق اكتفاء في كثير من الأمور، بالعكس تراجع العراق في كل المستويات، في المستوى الصحي والمستوى التعليمي والمستوى الصناعي وكل شيء. ولذلك التظاهرات أنا باعتقادي أنها ستستمر، وبالعكس باعتقادي ستنضم محافظات أخرى إلى محافظة البصرة. أستاذ مصطفى، لعل هذه التظاهرات لها انعكاسات على المشهد العراقي، لنتحدث مثلا عن منذ أن قاطع العراقيون الانتخابات الأخيرة، ربما كانت هذه التظاهرات هي التأثير الأول أو الانعكاس الأول أو رقم واحد بالنسبة للمشهد العراقي. مقاطعة الانتخابات أدت بالتالي إلى خروج المتظاهرين رغما عن أنوف السياسيين في العراق. كيف تنظر إلى انعكاسات وتأثيرات هذه التظاهرات على المشهد العراقي وعلى رغبة العراقي في التغيير؟ خلال هذا العام أرسل المواطنون العراقيون عدة رسائل تتعلق بمجمل النظام السياسي الذي أوجده الاحتلال في العراق. الرسالة الأولى كانت يعني أو الأقوى كانت رسالة الاشتراك في أو المشاركة في الانتخابات. كان هناك إحجام هائل عن المشاركة في الانتخابات هذه، وبالتالي لم يشارك إلا ما يعني يقل عن 20% من عن 20% من إجمالي من يحق لهم التصويت، وبالتالي أفقدوا هذا البرلمان والسلطة التي تشكلت تبعا لهذه الانتخابات، يعني أفقدوها ما يسمى بالشرعية التي كان النظام يتعكز عليها في المحاولات الانتخابية التي سبقت خلال السنوات الماضية. الآن لم يعد بإمكان أحد أن يتحدث عن شرعية حقيقية أو حتى شرعية ناقصة مثل ما كانوا يتحدثون في السابق، لأن أقل من 20% هم أولئك الذين اشتركوا في الانتخابات وصوتوا لهذا البرلمان ولهذه
السلطة بالتالي المنبثقة عنها. هذه من جهة. ثم كانت مظاهرات الجنوب العراقي وليس البصرة فقط، وإن كانت شرارتها في البصرة، كانت تعبيرا صارخا واضحا عن نقمة الشارع العراقي على أولئك الذين تولوا زمام الأمور فيه. هؤلاء كانوا على مدى يعني السنوات الماضية يحاولون كسب الشارع الجنوبي بشعارات طائفية، ويحاولون تحشيدهم في إطار هذه الفتنة الطائفية التي جلبوها وزرعوها في العراق، هذه النبتة الشريرة التي يعني يحاولون من خلالها تحقيق أهدافهم. الآن بعد 15 سنة اتضح للجميع أن حتى المواطن الجنوبي الذي هو يعني ينتمي إلى المذهب الذي يزعمون هؤلاء المتسيدون في المنطقة الخضراء، يزعمون أنهم يدافعون عنه ويريدون رفع المظلومية عنه، أثبتت مظاهرات الجنوب العراقي والبصرة تحديدا أنها حتى هذه الادعاءات كانت ادعاءات كاذبة ويعني لا وجود لها. هم لم يقدموا لمواطني جنوب العراق فضلا عن باقي المواطنين أي شيء، لم يرفعوا عنه المظلومية التي يدعون أنها كانت، وبالطبع هي لم تكن هناك مظلومية، ولم يقدموا له أي خدمات ولا يحققوا له أمنا. وبالتالي للأسف هذا الواقع هو مستمر في العراق. يعني الظلم الإهمال الحكومي الموزع على العراقيين كافة، سواء في الوسط في الجنوب في الشمال، كل العراقيين لم يجنوا من هذه الحكومات سوى يعني البطالة، انعدام الخدمات، انعدام حتى حقوق المواطن، حقوق الإنسان العراقي، ليس هناك احترام لرأيه، لا سيما فقط في التظاهرات. يعني بحسب الوصف، وصف بعض الإعلاميين العراقيين، يقول أن الحكومة فقط تتصف باحترامها للمتظاهرين عندما يخرجوا غاضبين، هذا فقط. إذن مشاهدينا الكرام، نتحدث عن تداعيات هذه التظاهرات، وأرحب بضيفي الأستاذ شاه القرداغي الكاتب والباحث السياسي الذي سيحدثنا بعد الفاصل عن رؤيته لهذه التظاهرات ولمسيرتها. نأخذ فاصل قصير ثم نكمل الحوار، كونوا معنا. أرحب بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من تحت الضوء، ونناقش فيها عودة التظاهرات في البصرة، الأسباب والتداعيات. أرحب بالأستاذ شاهو القرداغي الكاتب والمحلل السياسي ضيفي في الاستوديو. أستاذ شاهو، يعني هذه التظاهرات يزداد زخمها يوما بعد يوم، ليست فقط في البصرة، هناك انضمام لمؤيدين لهذه التظاهرات في النجف، في المثنى، في العاصمة بغداد، سياسيون يحذرون من أن استمرار تجاهل يعني مطالب المتظاهرين يضع الحكومة في عنق الزجاج أو في زاوية ضيقة. يعني من وجهة نظرك الآن، هذه التظاهرات مع الفشل الحكومي المستمر، مع من يصفه العجز الحكومي، مع سيطرة الأحزاب، مع يعني أين تسير هذه التظاهرات؟ هل تسير في طريق
مؤثر وفاعل الآن خلال هذه المرحلة؟ تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام وأيضا للضيوف الكرام معنا. حقيقة هذه المظاهرات لديها عوامل حتى تندلع سواء بالبصرة أو بباقي المحافظات، وحسب معلومة من نائب برلماني حالي قال أن العبادي كان يعرقل عودة النازحين لأنه لا يستطيع تلبية مطالبهم عندما يعودون. يدرك أن عبادي سابقا كان يدرك أن عودة النازحين إلى مناطقهم يعني المطالبة بالخدمات. إذن فليجلسوا في العراء أحسن، فليكونوا في الخيام وقد يعني يكون لديهم مطالب يتم توفيرها عن طريق المنظمات الدولية ومطالب بسيطة، ولكن إذا عادوا إلى المدن سيكون هناك احتجاجات كبيرة. طيب لو أخذنا بنظر الاعتبار أن النازحين هم يعني مرتاحون لجلوسهم في العراء في فصل الشتاء القارس في البرد القارس، والأموال التي تخصص لهم التي لا تذهب إليهم الآن، يعني المسؤولية الحكومية هل ترى أنها تصفها بأنها عجز أم تعمد؟ بلا شك أنها تعمد، لأنه لا يمكن أن يكون هناك عجز، وخاصة أن هذه الحكومة مثلا قادرة على توفير الرواتب والأراضي أيضا إذا أمكن لمقاتلين من الميليشيات الذين يعتبرهم القانون الدولي وأيضا يحاربون خارج حدود العراق يذهبون إلى سوريا. هؤلاء ميليشيات، ولكن الحكومة جاهزة لتوفير كل مطالبهم لأنها تخشى منهم لأنهم أقوى من الحكومة، وبالتالي المتظاهرون أو أهل الخيم والمواطنون الذين يعيشون في الخيم يجب أن يبقوا على هذه الحال، والحكومة لا تتحرك لأجل مساندتهم. فالعوامل التي أدت إلى تظاهرات في بصرة في الصيف نفسها في الشتاء تتكرر، لأن هذه الحكومات لم تفكر في أن الشتاء قادم، لم تفكر في سنة واحدة إلى الأمام، بل كل همها هو جمع أكبر قدر من المال وأيضا أكبر قدر من الفساد وتوفير الآليات الممكنة للتدخل الإيراني وشرعنة هذا التدخل في العراق. اختصرت جل أعمال الحكومة العراقية في العراق على هذه النقاط، ولكنها لم تفكر في الصيف كيف تتعامل مع النازحين وتقلل من معاناتهم، وأيضا في الشتاء كيف تقلل من نسب الضحايا. يعني كل شتاء يأتي ينهار الجسور والطرق تنهدم ويكون هناك حوادث وحوادث طبيعية، طبعا هناك في كل الدول هذه الأمور ولكن في العراق بشكل أكبر، وخاصة أن هناك موازنة عملاقة لماذا لا تصرف على هذه الأمور، وبالتالي لدى المواطن الحق الكامل للخروج والمطالبة بأقل حق من حقوقه وهي الخدمات الرئيسية، لأنه تخلى عن حقوقه وحرياته السياسية لأجل السلطة في مقابل توفير هذه الخدمات الرئيسية. الآن لا يوفرون له الحرية، يتم اغتياله إذا انتقد أو عارض أو يتم تهديده عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو يتم قتله أيضا، وأيضا لا يتم إعطاؤه أو منحه الخدمات الأساسية للمواطنين في العالم. نعم أستاذ فاروق راوي، دكتور فاروق راوي الأكاديمي والدبلوماسي العراقي، بالعودة إليكم، يعني الحكومة يعني طالما ما تتعهد في السابق بتنفيذ مطالب المتظاهرين ولكنها لا تنفذ هذه المطالب، يعني كانت نتيجة طبيعية متوقعة أن تعاود التظاهرات مرة أخرى للظهور في الشارع العراقي وبقوة، يعني ماذا أمام المواطن العراقي الآن ليفعله من أجل أن يحصل على حقوقه، وهو يعرف جيدا أن الحكومة دائما ما تطلق تعهدات بالتنفيذ ولكنها لا تفعل؟ يعني ليس أمامهم سوى التكاتف والتوحيد الجهود والمثابرة على الاعتصامات وعلى التظاهرات واستخدام كل ما يملكوه من قوة للتصدي للسلطة الفاسدة العميلة في سواء في البصرة أو في الأنبار أو في نينوى أو في بغداد أو في كربلاء أو النجف. المعاناة هي نفس المعاناة، يعني عندما يخرج ابن البصرة لا نتصور أن ابن نينوى هو الآن يعيش حالة خدمات و توفير الخدمات والتوفير الأمن، نفس المعاناة اللي يعاني منها ابن البصرة يعاني منها ابن الأنبار ويعاني منها ابن نينوى وابن ديالة وابن الكركوك. ولذلك باعتقادي يجب أن يكون هناك تنسيق كامل مع المنظمات المسؤولة عن التظاهرات
وجماعة الجماعات الناشطة سواء في كربلاء أو النجف أو بغداد، ويصير التنسيق من أجل استمرار التظاهرات، لأن هذه الحكومة وعودها غير صحيحة ولن تتحقق، وشفناها من 2003 ولحد الآن لم تحقق أي شيء، ازداد الفساد، الفساد مستمر، الفساد نفس الوجوه اللي مارست الفساد في السابق تمارسه في الحالي، وإذا تغير شخص تغير هو كشخص، ولكن نفس الوجوه اللي الجديدة تمارس نفس الممارسات السابقة. فالتظاهرات يجب أن تستمر، ويجب أن تتحول إلى اعتصامات في كل المدن وليس في البصرة وحدها. أستاذ مصطفى كامل، بالعودة إليكم، النشطاء في أكدوا يعني في البصرة في العراق قالوا بأن هذه التظاهرات ستكون ماحقة وستقضي على الفساد في العراق، من وجهة نظرك يعني هل أنتم متفائلون بهذه التظاهرات أن تحدث تغييرا ما في العراق؟ المظاهرات والاعتصامات تحدث تغييرا في دول العالم عندما تكون السلطة تحترم هؤلاء المتظاهرين والمعتصمين وتعمل على تلبية مطالبهم. في العراق هناك تسويف وهناك تزييف وهناك كذب متعمد على المتظاهرين، على المتظاهرين أن يثبتوا في مواقفهم وأن يصعدوا بالشكل الذي تسمح له ظروفهم به لإيجاد صيغ متعددة من وسائل الرفض الشعبي الجماهيري والتعبير بشكل سلمي أو غير سلمي من خلال اقتحامات لبعض المؤسسات الحكومية، لبعض المقرات الحزبية الميليشياوية في الحقيقة، اقتحام المنطقة الخضراء. بهذا الشكل يمكن أن تسقط هذه العصابات التي تتحكم بالعراق. ما زال النظام يعمل يعني كما هو، ما زالت هذه الأحزاب والعصابات والميليشيات ونظام المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية مستمرة في العراق، لن يكون هناك احترام لرأي المواطن ولا جدوى من هذه الاعتصامات والمظاهرات إذا كانت بهذا الشكل، لأن السلطات لن تستجيب إلى مطالب المواطنين، مطالب المواطنين المشروعة وهي في الحد الأدنى من المطالب العيش الإنساني المقبول عالميا. يعني هؤلاء الذين خرجوا في البصرة يطالبون بوظائف ويطالبون بماء صالح للشرب وكهرباء تعينهم على يعني الحياة، وبالتالي هذه أبسط مطالب الإنسان في هذه الأيام. هم لا يطالبون برفاهية ولا يعني أكثر من استحقاقهم. السلطة لن تستجيب لهم ما داموا في إطار التظاهر السلمي المحدود. يجب أن تشعر السلطة أن هناك من يقرع على رأسها ويضرب على فسادها بيد حقيقية، يد من حديد فعلا. بهذا الشكل يمكن أن تستجيب، أما بقاء هذه المظاهرات بشكلها المحدود لن يحقق شيئا، لأن هذا النظام لن يستجيب لمطالب المواطنين. أستاذ شاهو، ما دام نظام المحاصصة قائما وما دامت سلطة الأحزاب قائمة في العراق ويعني تستمد القوة من أموال العراقيين ومن ميزانيات العراقيين ومن نفط العراقيين، يعني ما الجدوى من هذه التظاهرات؟ مثلما تحدث الأستاذ مصطفى بأن هذه التظاهرات ما دامت صفتها سلمية أو صفتها سلمية فلن تغير شيء من الواقع، يعني من وجهة نظرك يعني هل الصبغة السلمية لهذه التظاهرات تعتبر عامل ضعف لها، لا بالتالي لن يستطيع المتظاهرون تحقيق أدنى مطالب من الحكومة التي طالما تتعهد وتخلف؟
أعتقد أن مجرد حدوث المظاهرة شيء إيجابي، لأنه يعبر عن معارضة كتلة كبيرة من المواطنين لسياسات الحكومة. طبعا ليس الاعتراض مقتصرا على محافظة البصرة أو باقي المحافظات الشيعية، حتى المحافظات التي تحررت السنية لديها نقص في الخدمات، ولكنها تخشى أن تعبر عن رأيها لأن اتهام الدعشنة موجود. بالضبط. أنا نشرت منشورا على تويتر بأن داعش كانت تأخذ أتاوات 200 دولار، الآن ميليشيات تأخذ 600 دولار، وعندما يسألون يسأل صاحب المحل لماذا، صاحب الصيدلية، يقال له نحن حررناك ونحن لدينا الحق بكل شيء. طبعا جاءني كم هائل من الشتائم والاتهامات بالدعشنة، وأدركت حينها أن المواطن في هذه المناطق التي يعتبر أنها محررة لا يستطيع أن ينطق بحرف واحد ضد هذه الميليشيات، فورا يتهموه بداعش ويتم التخلص منه أو يتم سجنه ولا أحد يعرف أين هو. هؤلاء يعارضون الشخص على وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة، فكيف على أرض الواقع؟ لو نظرنا إلى طبيعة المظاهرة نرى أن أهالي البصرة يستطيعون التظاهر بينما أهالي الموصل لا يستطيعون، وبالتالي هذا أمر إيجابي، هؤلاء يستطيعون التعبير عن رأيهم على الأقل. أما في طبيعة تأثير هذه التظاهرات على السلطة الحاكمة، نحن نرى أنها ليست سلطة تستجيب لآراء المواطنين ولمظاهراته، ليست سلطة مثل ما حصل في فرنسا، تم زيادة الضرائب تم إلغاؤها، تعليقها ثم إلغاؤها لاستجابة لمطالب المواطنين. نحن يتظاهر المواطنين يتم اتهامهم بداعش أو البعثي أو كذا من الاتهامات الجاهزة، وهذه التهمة يبرر للسلطة الحاكمة التعامل معها بقساوة وعنف، لأنها تعتبر حراك إرهابي يؤثر على الأمن الوطني للدولة. وبالتالي عقلية الدولة لم تصل إلى مرحلة تستجيب لمطالب سلمية للمواطنين. وهذا لا يعني أنه المظاهرات، ولكن هذا يتعارض مع مبدأ الديمقراطية الذي جاءت به أمريكا للعراق. هي ديمقراطية ولكن معوقة، يعني ديمقراطية مشوهة. أمريكا والدستور الذي وضع بعد العام 2003 كله يتمحور حول الديمقراطية، الكثير لا سيما الحكومات التي جاءت واستمر حكمها لثمان سنوات مثل حكم نور المالكي، في كل الكثير من التظاهرات خرجت على رئيس الوزراء في حينها نور المالكي، وكان دائما ما يخرج على المتظاهرين متحدثا بالدستور الدستور الدستور، في حين أن الدستور لم ينفذ من فقراته أي بند، مع أنه ملغم مثل ما يقولون بفقرات طائفية وفقرات محاصصة وفقرة وغيرها وغيرها. الآن هذا النظام القائم لا زال، نظام المحاصصة لا زال، يعني هل ممكن التعويل على هذه التظاهرات؟ والكثير من السياسيين حذروا من هذه التظاهرات بالتحديد وقالوا إن لم يستجب لمطالب المتظاهرين في هذه التظاهرات سوف يكون هناك غضب للشارع خطير جدا. في الحقيقة أنا أعتقد أن الحكومة العراقية نجحت في وقت هذه المظاهرة، حتى سابقا عندما وعد العبادي بتوفير 13,000 وظيفة، المواطن المسكين لم يسأل كيف. طبعا في الدول المحترمة والدول التي فيها الوعي يسأل المواطن كيف توفر هكذا القدر من الوظائف، كيف تحسن الظروف المعيشية التي انهارت خلال 15 سنة، هل يمكن تحسينها بسنة واحدة؟ للأسف الناس صدقت هذه الدعوة وعادت إلى بيوتها. وأيضا لا ننسى حملة الاعتقالات الأمنية المستمرة إلى الآن، وأيضا كان هناك دور إيراني في اعتقال واستجواب الذين دخلوا إلى القنصلية الإيرانية في البصرة وحرقوها، وبالتالي أيضا تم اعتقال كل الناشطين البارزين ووقعوا على وثيقة بأنهم لن يتظاهروا بعد ضد هذا النظام أو لن يقوموا بأي نشاط ضد الحكومة. وهذه الممارسات أثرت على الشارع، ولكن بسبب الخبرة الموجودة لدى السلطة السياسية وبسبب الخبرة الموجودة لدى السلطة الدينية وخاصة الأحزاب الدينية يستطيعون أن يؤثروا على عاطفة المواطنين، وبالتالي يشغلوهم بأمور أخرى، بأمور طائفية أو أن المذهب في خطر أو هذه الدعاوى التي لا أصل لها، وبالتالي يتخلى المواطن عن حقوقه وحرياته ويقول في سبيل المذهب أن يبقى أمارس شعائر المذهبية بحرية، وهكذا يتم التخلص من هذه الحراكات دون أن يكون لديها تأثير على السياسيين أو على الأحزاب السياسية، لأنه مهما عارض هؤلاء ومهما خرجوا يبقى لديهم ولاء للشكل النظام الموجود، لأنهم لا يعبرون عن غضبهم لتغيير كامل شامل، ولكن يطالبون بخدمات بسيطة، وهم أيضا يتم يعطونهم وعود
ويخوفونهم بمخاطر الإرهاب، والإرهاب سوف يعود وقد يعود. نعم. وهناك 25,000 داعشي ينتظر فقط مظاهرة حتى يدخل ويستغل. نعم. والمواطن المسكين يخشى ويعود إلى بيته دون أن يكون يحصل نتيجة إيجابية يؤثر بالإيجاب على حياة المواطنين. نشكرك شكرا جزيلا ضيفي في الاستوديو الأستاذ شهاب القرداغي الكاتب والمحلل السياسي، ونشكرك شكرا جزيلا ضيفنا في عبر سكايب من أثينا الدكتور فاروق الراوي الأكاديمي والدبلوماسي العراقي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لك ولمشاهدي. شكرا لكم، وشكر الجزيل للأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. إذن مشاهدينا الكرام نشكركم ولحسن متابعتكم، وإلى حلقة جديدة، في أمان الله.